ليش فكت تولع عن الجهاز؟ صباح؟ ايش مانع؟ خلص 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 هذا كان كيف والله صباح خلص كان حتى باب المحمد عدم كفاية الوقود الحالي الموجود لتشغيل مولدات الكهرباء في مستشفيات قطاع غزة. طبعا كما يعلم الجميع أن الوقود دخل لقطاع غزة في وزارة الصحة هي عبارة عن منح تهب لنا من الأوتشا ومن قطر ومن تركيا ومن بعض المنظمات الدولية. هذه المنحة انتهت من حوالي تقريبا شهر ونصف، وقد عملنا على تقليص بعض الخدمات الطبية في المستشفيات حتى نقوم بالعمل في الأقسام الحساسة لإنقاذ حياة المرضى. الآن وصلنا إلى حد خطير من هذا النفاذ. هذا الوضع يعني إن استمر لا سمح الله ينذر بكارثة حقيقية على الأطفال الخدج وخصوصا قسم العيانة المركزة في المستشفيات. نحن الآن في مستشفى الرانتيسي كما ترون، يعني الآن 4 حالات أو 5 حالات على جهاز تنفس صناعي جميعهم. إذا تقطع الكهرباء عن هؤلاء المرضى الموت المحقق سيكون مصيرهم لا سمح الله.